كي اتلو جو اتلو اتلغ غزوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نرحب بالضيوف الكرام على رأسهم السيدة المديرة الإقليمية والسادة رؤساء. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من إحدى المؤسسات التعليمية لمدينة بن سيمان، حيث تحتفل المديرية الإقليمية للتعليم برأس السنة الأمازيغية. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. وما ننساوش كذلك نرحبوا بتلامذتنا الأعزاء. بطبيعة الحال هذا الحفل تنظمه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بن سليمان، وسينشطه بطبيعة الحال الفريق التربوي للغة الأمازيغية بالمديرية. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من إحدى المؤسسات التعليمية. علينا التلميذ ياسين مادة، تفضل ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه دائما مشاهدينا الكرام. بداية هذا الحفل كانت مع آيات من الذكر الحكيم مع إحدى التلاميذ الصغار، صراحة رجاء الوقوف في حالة القدرة لعزف النشيد الوطني المغربي. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، هذه الأجواء، هادو هما الكتب ديال الأمازيغية. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. دائما اليوم المديرية الإقليمية تحتفل ب
رأس السنة الأمازيغية، العديد من الكتب باللغة الأمازيغية كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب دائما أنتم معنا على المباشر من قلب إحدى المؤسسات التعليمية التابعة إلى مدينة بن سليمان، حيث اليوم رأس السنة الأمازيغية، احتفالات للمديرية الإقليمية للتعليم والرياضة بهذا اليوم، يوم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، دائما معنا في نقل مباشر من قلب مدينة بن سليمان. إن شاء الله الوطن المليك سوف نفتتح قطارات هذه الأمسية. المباشر فاليوم اختاريت اليوم تحتفلوا برأس السنة الأمازيغية، كيف حضرتوا لهذا الحفل وشنو الطموح ديالكم؟ هذا الحفل هو مبادرة مشكورين عليها الفريق التربوي ديال اللغة الأمازيغية، وداخلة في إطار خريطة الطريق اللي هي تعزيز التنوع اللغوي في المؤسسات التعليمية وتعميم اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي. إذا من اللغة الأمازيغية هي لا يتجزأ من الهوية ديالنا المغربية، ومن أجل إشعاع هاد اللغة الحمد لله كان تنظيم هاد الحفل التربوي اللي شاركوا فيه تلاميذ المؤسسات اللي تدرس بها هذه اللغة. وشكرا. الله يعطيك الصحة.